احنا اختلفنا مع نميري منذ ان بدأ ينحرف بالسودان. انا بس قبل ما اتكلم عن النميري، احنا نتكلم عن النميري بس في موضوع ممارسات اللجان الثوريه. اي ما هذا اللي يقول لك، ما هذه واحده من الاشياء يقول لك تم باب العزيه وما او هجوم على باب العزيه، هم يسموها الان عمليه باب العزيه على الاقليه. هذه تم تدريب هؤلاء الشباب في الخرطوم عندما كان النميري على علاقة بشارون وكان يلعب معه الكرة في النميري كانت عنده علاقة مع شارون؟ إيه طبعا، لما هرب الفلاشة إلى اختلفنا معه، فجابوا الأمريكان هؤلاء مع المقريف ودربوا في، وهذا بالمناسبة نشره أحد الذين شاركوا بهذا العمل الدكتور يوسف الشكير، هو الآن موجود، كان يعمل معارضا شرسا ضد النظام، وعندما اكتشف هذه المهزلة عاد إلى ليبيا وكان محكوم بالإعدام وأصبح معنا، وفي 2011 كان له دور كبير في فضح هذه المؤامرة على الشعب الليبي. ما كان أولياء ناس مجموعة سربت إلى ليبيا بالتعاون مع المخابرات الفرنسية والأمريكية، وعندما وصل الشباب إلى ليبيا سكنوا في عمارة، وتم أحدهم يعني اثنين منهم ذهبوا وبلغوا المخابرات الليبية وأصبحت إطراق بالمكان وطوقت المكان ودهمت المكان، بعضهم قضى في المواجهة لأنها كانوا مسلحين، ولما طوقتهم القوات الليبية يعني قاوموا، وبعضهم هرب، وبعضهم طبعا اللي بلغ هذا موجود حتى أحياء حتى هذه الساعة وعادوا إلى أمريكا، بعض منهم اللي وخرجوا بعد 2011، أفرج عنهم قبل 2011، وأحياء موجودين الآن في بعض من ليبيا، لا باب العزية ولا باب اللؤ للمصريين ولا باب الحارة. بس في موضوع ممارسات اللجان الثورية ما ذكر كان حولها، شوف كان هناك ممارسات خاطئة، كان هناك عنف غير مبرر في بعض الأحيان من قبل شباب حركة اللجان الثورية، هذا أكيد، أو تجاوز أو سميها كما تريد.